قرض بالمبلغ ده يا بدران محتاج حوالي شهر عشان الواحد يبت فيه. شهر؟ يا طيب معلش، انا حبعت المدير المالي ينسق مع اداره الائتمان. بالنسبه بقى لموضوع الاولاد، من غير ما تقول يا بدران، الجواز اسمه ونصيب، واحنا برضو هنفضل اصدقاء بغض النظر عن اي حاجه. الله الله، ليه بتقول الكلام ده؟ يعني لو حازم ما لقاش في سلمى البنت اللي هو متخيلها، عادي ما تتكسفش مني. بالعكس. طب انت عارف حازم ابني قال لي ايه؟ الدموع بترغرغ فيني. قال يا بابا انا ندمان على العمر اللي ضاع مني قبل ما اعرف سلمى. للدرجه دي؟ طبعا. طب تعرف احنا لولا بندور للولد حازم على بنا محندقه كده، طبعا لسه هنفرشها ونشطبها ونلازم منه حاجه كده تليق بمقام عروستنا، كنا جوزناهم بكره. لزوم ايه فيلا وفرش وتشطيب؟ ما يقعدوا عندك ولا عندي، ما احنا بيوتنا واسعه. لا بس كده حازم مش هيوافق طبعا، اصله يا سيدي بيحب ياخد راحته ببيته. خلاص يقعدوا عندك وهو بيتك بيته برضه، وبعدين يونسوك بدل ما انت قاعد لوحدك. اسكت يا فؤاد اسكت، نسيت اقول لك، مش الحمام بتاع قوره الولد حازم اللي فوق ضرب فجاه بوظ الدور الفوقاني كله وداخل على الدور التحتاني كمان؟ بسيطه، ابعت لك مهندس الديكور بتاعي وفي ظرف اسبوع واحد هيخلي الدور التاني ده احلى جناح لاحلى عروسين، والفرش هديه مني لسلمى وحازم. قلت ايه؟ الخميس الجاي كويس؟ والله هو بس انت ليك حق، الخميس الجاي قريب قوي، يبقى الخميس اللي بعده. مبروك، الف الف مبروك.